السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أينما كنتم أصدقائي الكرام في سادة تقنية مع هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الأسباب الرئيسية التي تجعل بعض الشركات تقوم بحماية أنظمة الأندرويد يعني بشكل مفاجئ. يعني نحن نعلم طبيعة الحال على أنه الشركات يعني مثل إيكولينك وغيرها تقوم بإضافة مجموعة من الخصائص وتطويرها بين الفينة والأخرى، وتقوم بتطويرها بإصدار تحديثات بشكل دوري. يعني يجب علينا أولا أن نعرف السبب أصدقائي الكرام، لماذا يتم طبيعة الحال توقيف النظام بشكل كلي، أي أنه لا تستطيع تنصيب التطبيقات من متجر جوجل بلاي، لا تستطيع طبيعة الحال التحكم أو استخراج البيانات، لا يمكنك طبيعة الحال أيضا أن تقوم بتنصيب واستخراج التطبيقات. يعني السبب رقم واحد أصدقائي الكرام، يعني الذي أكدته لي الشركة، هو أنه نظام الأندرويد هو السهل في الاختراق. يعني يمكن طبيعة الحال بسهولة الحصول على بيانات النظام والتعرف كذلك على المصادر المتعلقة بجميع التطبيقات داخل هذا الجهاز، وبالتالي فإن الشركة عندما تقوم مباشرة بطرح أي خدمة جديدة أو أي تحديث جديد، فمباشرة ما يتم تسريبها لخدمات أخرى، يعني قد تكون في بعض الأحيان منافسة. يعني فمثلا إذا تكلمنا على هذا الجهاز الذي يتوفر على سيرفر فانيلا وكذلك سيرفر يعني بوب تي في، فسيرفر فانيلا في الآونة الأخيرة تم تطويره وتدعيمه بباقة الكانال بلس أو الكانال سات، وكذلك تم تدعيمه بباقة البي أوت كيو السعودية. يعني الشيء الذي جعل الشركة تقوم بحماية النظام بشكل كلي من الاختراق، من تسريب السيرفر، وكذلك يعني جعل الخدمة تكون بطيئة في المستقبل. يعني ستلاحظون هذا الأمر ليس فقط على أجهزة إيكولينك، ولكن على جميع الأجهزة التي تقومون بشرائها في السوق، بحيث أنه تجد الجهاز في الوهلة الأولى يكون جهاز قوي الكفاءة، جهاز جيد يعمل بنظام أندرويد رائع للغاية، ولكن بعد مرور الوقت تكتشف على أن السيرفرات التي يحملها الجهاز تكون بطيئة. وبعض الشركات هنا ماذا تفعل؟ عندما لا تريد أن تخسر زبنائها تترك النظام كما هو عليه، تقوم بتحديثه وتجعله مفتوح المصدر، أي تقوم بتحميل جميع التطبيقات من جميع المصادر، ولكن في نفس الوقت تجعل جودة يعني كما نقول يعني تسمح في السيرفرات وتسمح في الخدمات لإرضائك ببوكسة تحمل نظام الأندرويد. يعني هنا من السهل طبيعة الحال أن يتم تقديم هذا الأمر. الشيء الثاني أصدقائي الكرام والذي ستقولون لي، هو لماذا أجهزة التي في بوكس هي أجهزة مفتوحة المصدر، يعني أقوم مباشرة بتنصيب الأنظمة كما يحلو لي بدون مشاكل. فكما يعلم جميع أصدقائي الكرام أن جل الأنظمة أو جل الأنظمة التي تستخدم في أجهزة التي في بوكس أو لا أجهزة الأندرويد تي في بوكس، فهي أنظمة مطبوخة، أي تم تعديلها لكي تكون متوافقة مع هذه البوكسة. هنالك أنظمة تكون خاصة بالشركات، وهنالك أنظمة تكون مفتوحة المصدر، أي يمكن استخدامها في العديد من البوكسات. يعني عندما نتكلم هنا أصدقائي الكرام على التي في بوكس، نتكلم على جهاز يحمل نظام أندرويد بتصريح مفتوح، يعني يمكنك تنصيب التطبيقات، عمل جميع المهام التي يعني تحلو لك بكل حرية. لماذا؟ لأن جل البوكسات تأتي بدون سيرفرات، تأتي بدون سيرفرات وتأتي بدون خدمات. الشيء طبيعة الحال الذي يجعلك تشتري البوكس وتقوم بتطعيمها بمجموعة من التطبيقات التي تخول لك إمكانية إضافة سيرفرات عليها. يعني تشتري سيرفر من عند موزع ما وتشتغل عليها بدون أن يتأثر النظام. أما عندما نتكلم على شركة ما، فهنا يختلف الأمر. يعني الشركة يعني توفر خدمات مع الجهاز لكي يكون عليه إقبال، فإذا تم طبيعة الحال نزع الخدمات وترك نظام التشغيل، فهذا الجهاز سيكون لا يساوي شيء. إذا قلنا جهاز بثمن $50 وتم تدعيمه بسيرفرات وخدمات أخرى $50، فهنا سنقول $100 لهذا الجهاز، الذي سيقول العديد منكم أكيد أنه ما يستاهلش $100. ولكن عندما سنقوم بحذف الخدمات ونتركه جهاز ني، يعني فارغ فقط بنظام تشغيل، فهذا الجهاز سيكون ثمنه $50. ولكن الخدمات عندما تريد أن تضيفها، سيرفر اي بي تي في او سيرفر يعني او سيرفر او تي تي او غيرها، فالخدمات ستقام عليك ب $50، ولكن
تحمل كامل مسؤوليتك، لأنه الجهاز، لأن السيرفر يكون غير مدعوم ويكون فقط لأفراد هم الذين يتحكمون فيه، يعني عكس الشركة التي تريد طبيعة الحال الحفاظ على سمعة الزبناء وما إلى غير ذلك. لذلك أتمنى أن نكون قد فهمنا مسألة لماذا يتم حماية بعض أجهزة الاستقبال الفضائي التي تحمل نظام الأندرويد، ولماذا لا يتم طبيعة الحال حماية بعض أجهزة التي في بوكس يعني عامة. المسألة الأخرى والمتعلقة أيضا يعني بجهاز إيكولينك فينف أوكتا، والذي طبيعة الحال قيل يعني قال لي البعض منكم أنه جهاز هو نو روت، يعني هو غير مفتوح المصدر. من الطبيعي جدا أن يكون هذا الجهاز هو غير مفتوح المصدر، ولكن إذا أرادت الشركة أن تقوم بتطوير السيرفر المتواجد بهذا الجهاز أي ميكام، يجب عليها أن تقوم بإيقاف نظام الأندرويد بشكل كامل. لماذا؟ لأن كما قلت لكم يتم مباشرة تسريب السيرفر الخاص بهذا الجهاز، يتم تسريبه وإعادة بثه عبر خدمات منافسة لهذه الشركة أو غيرها، يعني ليس بالضرورة طبيعة الحال شركة إيكولينك. وبالتالي فإن إدارة أرادت أن تحافظ على الزبناء لكي يستفيدوا من هذه الخصائص الأوكتا كور 3 جيجا رام، وكذلك طبيعة الحال ديوال بوند، كذلك 16 فلاش، وتستفيد من نظام اندرويد ني، يعني تقوم بتحميل التطبيقات، تستفيد كذلك من الاي بي تي في الذي هو مدعوم من طرف الشركه كديما لايف وكذلك المي تي في، فيجب عليها ان تترك لك النظام كما هو بدون تعديل وبدون اضافات. وحتى وان تم طبيعه الحال اضافه اي خدمه اخرى سوف تذكرك الشركه انه فور اضافتها على هذا الجهاز سيتم توقيف الروت. اذا الطريقه الوحيده الحاليه التي طبعا الحال تنصح بها الشركة بعدما قمت بالتواصل معها، وهي تنصيب تطبيقات الأندرويد من خلال متجر الأب ستور الظاهر أمامكم، يعني من خلال طبيعة الحال هذا المتجر أصدقائي الكرام ستجدون تطبيقات محدودة، يعني في الريكوموند، يعني تي في، دوموند، ميوزيك، إديكيشن. يمكنكم أصدقائي الكرام، يعني هذا الكلام هو ليس لي، هو كلام الشركة، قالوا إذا أردتم تطبيقات معينة، يعني تحب مثلا تطبيق ما كنت تشتغل عليه في الماضي ولم يعد متاح بعد التحديث الأخير، يمكنك طبعا الحال أن تقوم فقط بكتابته في التعليق أسفل هذا الفيديو مباشرة، وسيتم إن شاء الله إدراجه في هذا المتجر. أما بالنسبة للطرق الأخرى وهي الخاصة بسعد التقنية لتنصيب تطبيقات الأندرويد على هذا الجهاز اللي هو إيكولينك تورنادو فينف يو اتش دي، فإن شاء الله ستكون في قادم الحلقات، وستكون حلقات كما قلت يعني مفصلة للغاية لطريقة تنصيب التطبيقات وما إلى غير ذلك والعمل عليها دون الحاجة لكتابة اسم التطبيق يعني أسفل هذا الفيديو، يعني لك الاختيار في هذه اللحظة عزيزي الكريم. إذا أصدقائي الكرام في سعد التقنية، أرجو من الله أن يكون درس اليوم هو مفيد، لأنه العديد منكم ربما كان يغفل هذه المسألة، كان يسمع هذه الشركة أو مثلا شركة أخرى يقول جهاز خردة، ولكن يجب علينا أن نعرف الكواليس، نقارن هذا الجهاز بتي في بوكس. التي في بوكس كما قلت لكم هو مفتوح المصدر، إذا كان التي في بوكس شبيه لجهاز أندرويد تي في بوكس يعني ساتيليت، ففي هذه الحالة سيتم تدعيمه بخدمات لبيع هذا الجهاز. فتخيلوا معي إذا لم يكن هذا الجهاز بخدمات متاحة كسيرفر وكذا، أو إضافة باقة الكانال سات أو البي أوت أو كذا، فتخيلوا معي هل الشركة سوف تقوم ببيع هذا الجهاز؟ لا، فلن تقوم ببيعه، لأنه هنالك أجهزة أخرى تعمل بنظام الأندرويد وفارغة من التقنيات ومن الخصائص. أما هذا الجهاز في الوقت الحالي فهو يحمل يعني السيرفر فانيلا، يفتح قنوات الكانال سات أو الكانال بلس أو البين سبورت كما هو ظاهر لكم أصدقائي الكرام، وهو الجهاز الوحيد يعني حاليا من سلالة إيكولينك الذي يقوم بفتح باقة البي أوت بدون مشاكل عبر قمر البدر، يعني بواسطة سيرفر فانيلا وكذلك بواسطة سيرفر بوب تي في يمكن مشاهدة القنوات الفضائية. تفاصيل أخرى بخصوص هذا الجهاز ستجدها في الرابط المرفق لهذا الفيديو. أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذا الشرح وفي هذا الفيديو. أضرب لكم موعد قادم في حول الله، في أمان الله.